بالتأكيد نحن نعيش معكم الأجواء في انتظار المباراة القادمة أمام إستونيا، وفي انتظار الدهور بالنسبة للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم وفي الدب الروسي. كل التوفيق وكل الدعوات وكل الأمنيات لمنتخبنا الوطني المغربي إن شاء الله في نهائيات كأس العالم، وللمنتخبات العربية مصر تونس السعودية. نهايات اللقاء المغرب هدفين سلوفاكيا واحد. محمد حسين أدردور يحييكم وإلى اللقاء. لحظات ونذهب مباشرة إلى الاستوديو التحليلي. شكرا للزميل محمد حسين. إذا المنتخب المغربي يتفوق على المنتخب السلوفاكي بهدفين لهدف ضمن استعدادات المنتخب المغربي لنهاية كأس العالم 2018 في روسيا. سجل أولا سلوفاكي عن طريق لاعبه إخوان غريغوس بعد تسديدة قوية لم يستطع ياسين بونو التصدي لها. ومن ثم عادل أيوب الكعبي البديل النتيجة في الدقيقة 63 ضربة رأسية مستغلا عدم تركيز مدافعي سلوفاكيا. وأضاف يونس بالهند الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 73 بتسديدة على يمين الحارس السلوفاكي. كابتن رضا، لماذا انتظر